تحية الصمود وتحية العز وتحية الكرامة للجميع نساء ورجال التعليم الذين جسدوا مسيرة تاريخية، مسيرة 4 من يناير 2023، مسيرة ناجحة بكل امتياز. أكيد ما تخلق لا يهرس لنا الفرحة ولا يتخلق لا يهرس لنا النشوة ديال هذه الوحدة النضالية بين جميع المكونات المتواجدة في الميدان، سواء التنسيقيات المتواجدة في التنسيق الوطني لقطاع التعليم أو كذلك التنسيقية ديال الثانوي التأهيلي وكذلك التنسيقية الموحدة لأطر الدعم. إذا أكيد أن الوحدة النضالية كانت هدف اشتغلنا عليه يعني تقريبا من أكتوبر. أكيد بعد الخروج ديال النقابة والتحاقها بنقابات أخرى لتوقيع هذا الهدف تحقق بشكل واضح وفعلي وعلى أرض الواقع. كنا ننتظر أن الوزارة تفعل بشكل إيجابي وتوصلها الرسالة بأن الفئات المتضررة ما زالت في الميدان وبأن الحل هو التجاوب مع هذه الملفات العالقة والمطالب ديالها المشروعة والالتزام بالاتفاقات الموقعة من طرف الحكومات السابقة وكذلك من طرف هذه الحكومة. أكيد التجأت نفس الأسلوب تاع التنصل وحاولت أنها تستعمل الأوراق الأخيرة ديالها في المراحل الأولى ديالها. أكيد غادي تستعمل أوراق أخرى وغادي تستعمل أوراق أخرى للضغط ظنا منها أنها غادي تحل المشكل، ولكن للأسف المشكل كيزيد يتفاقم. من بعد أن النية كانت عند الأساتذة والأستاذات والإداري وإداريات والمتقاعدين والمزاولين، النية ديال التخفيف من البرنامج النضالي استحضارا للمرحلة أننا على أبواب الامتحانات وكذلك إعطاء فرصة للوزارة للتجاوب بشكل إيجابي مع الملفات ديالنا. إذا كانت هذه النية ديال التخفيف لا توصل ليومين كمقترحات، ولكن ما تمش الحسم. ولكن الأسبوع اللي فات كانت بعض التنسيقيات اللي دارت يومين، وكانت التنسيقات اللي دارت يومين وحولت 3 أيام لتوحيد البرنامج مع تنسيقيات أخرى، يعني بدات البوادر ديال التخفيف باش تحل هذه الأزمة بشكل نهائي ويتم التجاوب مع الملفات العالقة. إذا بينا كنتفاجئوا بهذه الورقة للأسف لا ديمقراطية، الورقة اللي خرقات جميع المساطر القانونية، الورقة اللي كتأكد بأننا فعلا نعيش في الهشاشة في التوظيف، الورقة اللي كتأكد بأننا وقيلا كاملين غيولي فعلا مفروض علينا التعاقد، الإخوة اللي كان كيناديو بالهشاشة وبأن مدير أكاديمية ممكن بين عشية وضحاها بقرارات مزاجية ممكن يوقف الأساتذة. فعلا كنلقاو راسنا بان اساتذه خدموا 30 سنه 36 سنه، كاين اللي 38 سنه، كاين اللي على ابواب التقاعد بقى لي غير سنه وتوصل بالتوقيف البارح واليوم. اذا اكيد المنسوب ديال التضامن ارتفع، المنسوب ديال التصعيد والمنادات بالتصعيد ارتفع. للاسف اصبحنا في ورطه، يعني من بعد ما اننا كنا كنحاولوا نقنعوا القواعد بضروره يعني التخفيف من البرامج النضاليه مؤقتا، ولا دابا القواعد تنادي بالتصعيد. اذا القرار ماشي ديالي، القرار ماشي ديال اكس ولا ايكراك اللي كيبانوا في الاعلام، القرار ديال القواعد، القرار ديال المجالس الاقليميه، المجالس الوطنيه والمجالس الجهويه. وبالتالي القواعد استقبلت هذه التوقيفات بواحد نوع من التذمر، يعني واحد الحسره، يعني كيفاش ان الوزاره لهذه الدرجه ما كتراعيش الحساسيه ديال المرحله. كنا كنتظروا بان هذه الوزاره غادي تاخذ قرارات ديال على الاقل تلغي الدوره الاولى ودير امتحان واحد كيف ما مجموعه من الدول حتى الدورتين تحيد، ممكن انها تفكر في اليات اخرى للتقويم، تخفيف من المقرر، تركيز على الدروس الاساسيه اللي غادي تبنى عليها دروس اخرى السنه المقبله. كنا كنقولوا غادي تجتهد، ماشي غادي تجتهد وتجيب لنا نفس الاساليب الكلاسيكيه القديمه اللي نهجاتها مع الاساتذه المفروض عليهم التعاقد السنه اللي فاتت ودارت التوقيفات وما وصلت حتى نتيجه، غير التلامذ ضاعوا. راه الهضر الزمن المدرسي اللي وقع، الاسر كتساين بان الوزاره غادا تعوض تلامد الساعات اللي ضاعوا ليها، اذا بها كتشد هذاك الاستاذ اللي كان كيقرا 3 ايام وكتعطيه توقيف. يعني الاستاذ اللي كان كيقرا 3 ايام ما غيقري حتى نهار،
عوجات توقيف، الاستاذ اللي كان غيتضامن مع الاستاذ اللي جا توقيف حتى هو كذلك غادي يصعد، في عوض يدير يومين غيولي يدير ايام اكثر. ولات طلبات التوقيفات، الاساتذه هما كتبوا طلبات يقول لك حنا بغينا التوقيفات كما وقفتوا هاد 200 واحد ولا 300 واحد مثلا على الصعيد الوطني في افق ارتفاع العدد، تيقول وقفونا كاملين ياك هو قرار قانوني وكتقولوا بانكم احترمتوا المساطير والفصل 73، يلا اذا طبقوا القانون على الجميع. الا كانت الجرأة طبقوا القانون على الجميع، طبقوا القانون على الجميع لانهم كانوا كيمارسوا نفس الشكل ونفس الاحتجاج. اذا بالتالي الصوره ديال البلاد كتزيد تشوه امام المنتظم الدولي وامام باقي الدول الجاره. للاسف كنلقاو بان هاد الفلتات وهاد الانزلاقات اللا قانونيه كتزيد للاسف تكرس ازمه الثقه. كنقولوا لهم بان المتضامنين والمتضامنات فتحوا اللوائح تاعهم في هذا الصباح، التضامن المادي مع الزملاء ديالهم والتضامن المعنوي والتضامن النضالي والتضامن الميداني. للاسف الاستاذ اللي كتقولوا غتفقروه وغادي تقطعوا ليه الماندا ديالو لمده من الغير معلومه وما يلقى ما ياكل، وبالتالي غادي يركع وغادي يتنازل على الحق ديالو وغادي يتنازل على البرنامج النضالي. كنقول لكم بان الاساتذه متضامنين، اكيد اكيد ما غينساوش بعضياتهم. حنا ولينا نقولوا لهم ودي راه ما محتاجينش، راه ما واقفينش على داك الشيء، الحمد لله كلشي الاساتذه ما كيرضاوش، كلشي عنده عزه النفس وهذيك الكرامه هي اللي خرجوا يغوتوا عليها، ما يمكنش يتنازلوا عليها ويكون الهدف ديالهم مادي. ولكن للاسف الاساتذه مصرون على انهم يتضامنوا مع بعضياتهم. اكيد 300,000 استاذ ولا 400 على الاقل تكون جمعنا متقاعدين والمزاولين يعني واحد النسبه كبيره، اكيد غادي تغني هاد الناس اللي غادي تحاولوا ما امكن تفقرهم، ستغنيهم رغم انهم ما محتاجينش، ولكن ستغنيهم من الناحيه الماديه وكذلك من الناحيه المعنوية. إذا بالتالي ولات أصوات تنادي بوضع برامج موحدة. الكرة عند الوزارة تراجع أوراقها، تعرف بأن المرحلة ما مشابهاش مع المراحل الأخرى. هذا الشيء اللي كاين راه ما وقعش من الستينات ومن السبعينات ومن الثمانينات، هذه اللحمة تاع الأساتذة وهذه الثقة المتبادلة. كسروا الفئوية، حنا كنا كناديو بالعدالة الأجرية بين الفئات، اذا بينا كنلقاو ان الوزاره كتزرع بذور تفرقه بين الفئات، فئه اللي ما كانتش كتحتج عطاوها تعويضات، والفئه اللي كانت كتحتج للاسف بقى كتسال المطالب يعني بقى كتسال فلوسها بناء على الاتفاقات السابقه. الفئات اللي كنا كننتظروا انها على الاقل تنصف، مثلا الاخوان تاع الثانوي التاهيلي كذلك عندهم الدرجه الجديده ما خداوهاش يعني بناء على اتفاق 26 ابريل 2011. جابوا لهم واحد 1000 درهم في الرتبه خمسه، يعني الرتبه خمسه خصك تضربها في 3 سنين يعني 15 سنه عاد توصل لها، يعني فوقاش توصل اصلا لخارج السلم وفوقاش غتوصل لهذه الرتبه خمسه، واش غتقاعد بها ولا ما تقاعدش بها راه باينه. اذا الا القله في عوض قالك اوكي غادي ننزلوها في عوض الرتبه خمسه تولي رتبه ثلاثه، رتبه ثلاثه يعني 9 سنوات خارج السلم، يعني ما تخرجش خارج السلم خصك عاد كتبدا بالرتبه، كتبدا من الاول كيتحيدوا لك الرتب كاملين، اذا كتبدا من ازيرو وسير قلب على 9 سنوات اخرى فوقاش. ولكن هما في الاعلام كيقولوا راه عطينا 1000 درهم خارج السلم عطينا. اذا كما كنقول دائما عقليه الماركتينغ للاسف هي اللي كتمشي هذا القطاع، عقليه الرابح الخاسر، عقليه الويليه دراعي، عقليه ديال بغيتوا تربحونا. كنقول لكم ما جايينش نربحوكم، حنا جايين كنطالبوا بحقنا، خرجوا عندنا الاعلام وقنوات تلفزيونية مستعدين اننا نكونوا معكم في مناظرات كما كيديروا الدول المتقدمه، كيجيبوا الطرف والطرف الاخر. حنا راه مغاربه عندنا لاكارت ناسيونال مغربي ماشي وحدين. وزاره الصحه والداخليه راه جلسات مع التنسيقيات، اذا كيفاش انتم جيتوا لهذا القطاع الحيوي وكترفضوا تجلسوا مع المعنيين والمعنيات بالامر؟ اذا اجوا واجهوا هاد الناس وقولوا لهم فعلا انتم كتكذبوا، عينا ما نخسروا عليكم فلوس 22 مليار تاع الدرهم خسرناها وباقي ما بغيتوش تحشموا، باقي ما بغيتوش باقي مقصحين راسكم. اجيو ونقنعوكم باننا ما كنساينوش الصداقه، حنا كنساينو حقنا. اذا التزموا معنا بالاتفاقات اللي موقعينها انتم وموقعينها الحكومات الاخرى، لا التزمتوا
وخذوا الناس حقوقهم وحيدتوا لنا هاد المظلوميه، للاسف المظلوميه اللي ما بقى قابلها حتى واحد في هذا ظل غلاء المعيشه وارتفاع صاروخي الاسعار، اكيد غادي نلقاو الحل بشكل تضامني. وتحيه نضاليه الجميع. سنه بيضاء بالنسبه لهذا الطرح ما كانش صراحه كاين، ما كانش الاساتذه والاستاذات كاملين ما كانش حاطين بعين الاعتبار هذه المساله، ولكن من خرجت الوزاره بهذه التوقيفات اكيد غادي يتبدل عاوتاني دابا المنهج ديال الاشتغال، وغادي يبدا التصعيد من جديد وكاننا عاد بدينا. وبالتالي اكيد الطرح ديال السنه بيضاء يعني ما نقدرش نحسم فيه دابا، لا طريتات الوزاره وتراجعت على هذا الغي ديالها وهذا للاسف هذا المنزلق الجديد اللي مشات فيه، اكيد غادي يكون الحل. ما اصرت للاسف اللي كنشوفوا دابا في القواعد هو الاصرار، والاصرار للاسف اللي في اعلى درجات ديالو للتصعيد. اذا انت القواعد ما بقاتش قابله انها تسمح في خوتها وفي خواتها تاع الموقوفات والموقوفين وتمشي للقسم وتخدم وكانه ما وقع والو. والدليل على انه غير اليوم تم التمديد ديال الاضراب مجموعه من التنسيقيات، مجموعه من الاقاليم كانوا اليوم غيلتحقوا بمقرات العمل ويقريو ولاد الناس، هما اليوم ما التحقوش بسبب هذه التوقيفات التي طالت الزملاء والزميلات تاعهم. شكرا جزيلا.